هنا هو إخوتي في الله، قد اقترب يوم العيد، the day of the Eid is approaching، وهناك آداب بدأنا بذكرها من الأمس، the sign etiquettes، we started mentioning them specifically for يوم العيد، ومنها ما ذكرنا أمس أنها أيام الأفراح، نعم، ويباح في هذه الأيام ما لا يباح في غيرها. It's permissible in these days of joy and happiness that which is not permissible and other than it. ومع هذا لابد من اجتناب المعاصي. And with that, we still have to stay away from that which is not permissible. ومن آدابها الذي كان يقصدها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصدا هو الأكل قبل أن يغدو إلى مصلي العيد في عيد الفطر بخلاف عيد الأضحى. From these etiquettes that the Prophet صلى الله عليه وسلم would eat on purpose dates before he went to Salat al-Eid, specifically on عيد الفطر as opposed to عيد الأضحى. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وكان يأكلهن وترا. The Prophet صلى الله عليه وسلم, he would not leave his house and go to Salat al-Eid on Eid al-Fitr until he ate some dates, and he would eat them in an odd number. He would eat an odd number of dates. أما يوم الأضحى فكان أول ما أكل منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ الأضحية، أضحيته. نعم، فهذا قصدا لا يترك، ما هو واجب، لكن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. The first thing that the Prophet used to eat on Eid al-Adha is from his animal that he slaughtered, from his udhiya. نعم. So this is something that the Prophet صلى الله عليه وسلم did. It's not واجب. It is best guidance. It's his guidance. أيضا غدا نكرم الطلاب في هذا المسجد المبارك بعد العصر، فصبروا أنفسكم. نكرمهم إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت إن شاء الله. صلى الله يبارك فيكم ويبارك فيهم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.